الله وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا إلى أخبار الرياضة مباشرة من تلفزيون الجزائر. بداية، أكد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي أن الجزائر ستحتضن دورة دولية في كرة القدم شهر مارس المقبل بمشاركة 3 منتخبات إلى جانب المنتخب الوطني. وقال صادي إن الفيفا اختارت الجزائر لاستضافة أول نسخة من هذه الدورة التي تضم منتخبات بوليفيا وألبانيا وجنوب إفريقيا ضمن تاريخ الفيفا الممتد بين 18 و26 من شهر مارس المقبل. وستجري مباريات الدورة بملاعب نيلسون مانديلا بالعاصمة وميلود هدفي بوهران و19 ماي بعنابة. ينشط مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم جمال بالماضي ندوة صحفية الأحد المقبل بقاعة الصحافة التابعة لملعب نيلسون مانديلا ببراقي، وذلك عشية انطلاق التربص التحضيري الأول لكأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2024. ومن المنتظر أن يتحدث بالماضي عن الرهان الإفريقي القادم وعن القائمة التي وقع عليها اختياره، فضلا عن ظروف التحضير للموعد القاري والبرنامج المسطري من أجل ذلك. في أخبار منافسي الخضر، أعلن مدرب منتخب موريتانيا أمير عبدو عن قائمته النهائية التي ستشارك في كان كوت ديفوار 2024. وضمت القائمة 3 حراس مرمى و8 مدافعين و8 لاعبي وسط ميدان و8 مهاجمين. ويطمح منتخب موريتانيا الذي سبق له المشاركة في النسختين الأخيرتين بمصر 2019 والكاميرون 2021 يطمح لاجتياز مرحلة المجموعات للمرة الأولى في تاريخه. ويذكر أن منتخب موريتانيا سينافس الخضر ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبي أنغولا وبوركينا فاسو اللذين كشفا عن قائمتيهما في وقت سابق. كشفت رابطة كرة القدم المحترفة عن مواقيت الجولة 12 المقررة يوم 5 و6 من جانفي الداخل، وتلعب 4 مباريات يوم الجمعة 5 جانفي، على أن تستكمل بقية المباريات يوم السبت، ومن بينها مباراة مولودية البيض المعفى من الجولتين السابقتين مع ضيفه شباب بلوزداد. إلى كرة السلة، حيث استهل المنتخب الوطني البطولة العربية 25 بالفوز على منتخب الصومال بنتيجة 80-75 ضمن المجموعة الأولى للبطولة التي تتواصل حتى 3 جانفي الداخل بالعاصمة المصرية القاهرة. هذا ويلقي الخماسي الجزائري منتخب ليبيا في المباراة الثانية يوم الجمعة 29 ديسمبر، على أن يواجه منتخب موريتانيا يوم السبت. وتتأهل المنتخبات الأربعة الأولى عن المجموعتين الأولى والثانية إلى ربع النهائي المبرمج يوم 2 جانفي، فيما الدور نصف النهائي يلعب يوم 3 والنهائي يوم 4 القادم. في رياضة الجمباز، تتواصل بقاعة بيروت بالعاصمة فعالية البطولة الوطنية النسوية للأصناف الصغرى ناشئات وصغريات وشبليات وسط مشاركة واسعة من مختلف مناطق الوطن. التفاصيل في التقرير وهيبة بالحوة. القوة، المرونة، البراعة والسرعة في أداء الحركات هي عوامل تصنع الفرجة والإثارة في رياضة الجمباز، والهدف يبقى التألق في المنافسات. هي حال الجمبازيات المشاركات في البطولة الوطنية للأصناف الصغرى. المنافسة جرت على 3 مستويات. عند الناشئات تألقت الجمبازية سيرين شدواح من شبيبة سكيكلا بعد سيطرتها على أغلب الأجهزة في المسابقة العامة الفردية. بطل ان شاء الله نولي كيما كيليان مور ونشارك في البطوله العالميه والافريقيه والالعاب الاولمبيه. اما في صنف الصغريات، وكما كان متوقعا، لم تفرط بطله العرب جعدي ميليسا من اولمبي ولاد فايت في خطف الميداليه الذهبيه. الحمد لله جيت لا بروميير بلاس جينيرال، والاجواء كانت شويه صعبه والمنافسين كانوا شوية صعب.
ومن فريق الأمل الرياضي لبلدية الجزائر الوسطى فازت تيس مالاك بالمسابقة العامة الفردية بعد أداء مميز على جهاز طاولة القفز العمودين غير المتوازيين وعارضة التوازن. ديت لا بروميير بلاس كونكور جينيرال في كاديت وديت في ساكري ديت لا بروميير بار لا بروميير بوتر وتروازيام في لوسول. المدرب الوطني سعد الدين حميسي لم يفوت فرصة تواجده بالقاعة للوقوف على الأداء العام للرياضيات. ما يخفلكمش الرياضيين هادو ما راهم في صنف الأصغر وفي صنف الشبليات وصنف الأواسط وسي، يعني كان مستوى لاباس به، راهو يتحسن من عام لعام. يعني وانا يا سما لهنا رانا نشوفوا رانا نلتقيوا سما لي جون طالون سما تاع لي راح ان شاء الله يخوضوا مضمار المنتخبات الوطنيه عبر المستويات ان شاء الله. سما هذه البطوله راهي كما يقولوا سان تيست بور نو. المنافسة متواصلة خلال الأسبوع في اختصاصات أخرى كالجمباز الإيقاعي الأيروبيك والتمبلين. يشارك رياضيون من 17 ولاية في فعاليات الأسبوع الأولمبي لرياضة الجنوب الذي يحتضنه المركب الأولمبي بمدينة غردايا. أمين شبقبق معه التفاصيل في التقرير التالي. على مدار 5 أيام سيتنافس هؤلاء الرياضيون في 7 تخصصات، فرصة لاكتشاف المواهب الصاعدة والرفع من المستوى الفني للمشاركين. ولاية بشار نشاطنا هو الملاكمة، أنا وصحبتي ملاكمين، إن شاء الله نشرفوا ولايتنا. من ولاية ورقلة جينا من أجل منافسة قوية مع 17 ولاية وبإذن الله تحقيق نتائج جيدة متميزة في كل الرياضات. نتمنى التوفيق لكل المشاركين. من ولاية غردايا ملاكم في الوزن 46 كيلوغرام، نشارك في المنافسة أولمبيات الجنوب وإن شاء الله نحقق نتائج جيدة. جينا هنا القردية باش نشاركوا باش نشرفوا ولاية الأغواط، مشاركة في السباق وإن شاء الله نجيبوها. الأسبوع الأولمبي يعد سانحة لهؤلاء الشباب لاكتشاف ما تزخر به غردايا من مناطق سياحية جميلة. نعطي فرصة للمشاركة للرياضيين للارتقاء بالرياضة في الجنوب وطبعا لاكتشاف مناطق سياحية في ولاية غردايا. ماذا بنا كما نقولوا هنا يطلعوا النيفو يطلع المستوى وجانب سياحي كما قلت الاولاد يكتشفوا غردايا يشوفوا الاجواء باش نكتشفوا يعني المواهب ومن خلالها يعني هي شغل عندها هدف سياحي يعني باش نروجوا يعني السياحه في الجزائر. نحن نعمل مع كل السلطات العموميه سواء على المستوى الوطني او المحلي من اجل ابراز قدرات اهل الجنوب ابنائنا من الجنوب حتى يبرزوا كل المواهب تاعهم كل القدرات تاعهم وان شاء الله نشوفوهم في المحافل الوطنيه وكذلك في المحافل الدوليه. كل الوسائل الماديه والبشريه سخرت من اجل انجاح التظاهره وارتياح كبير من قبل الوفود المشاركه. مركز التحضير والاسترجاع بشلف واحد من الأماكن المثالية لتحضير رياضيي النخبة في مختلف الاختصاصات. المركز مجهز بكل الإمكانيات التي يحتاجها الرياضي في يومياته الرياضية. دنيا حجاب معها التفاصيل. عشاق الحصان بنادي أبطال شراغا للفروسية كانوا على موعد مع اجتياز امتحان الترقية كأول محطة تسمح للفارس بالمشاركة في المنافسات إضافة إلى أخذ نظرة على مستوى الرياضيين. الحمد لله لا لا كما يقول لك الدراري هاد ولادنا ورانا مطلعينهم كما يحب الخاطر ويحبوا الفروسية والرياضة هذه واش حبيت نقول لك ناقصة شوية مي بإذن الله كما يقول لك حنا رانا هنا ولادنا معنا هنايا إن شاء الله يكون جيل شباب الفروسية ونشرفوا الجزائر والمكان اللي رانا فيه ثانيك. أول يوم لأول مرة جوزنا الدرجة الأولى هنايا والحمد لله عندنا يمكن زان ربحوه الحمد لله يا ربي ومازال كما يقول لك مازال الخير القدام إن شاء الله. لا تعد ممارسة الفروسية حكرا على الأثرياء فقط كما يعتقده البعض، فكرة يطبقها نادي الأبطال الذي فتح أبوابه للجميع دون استثناء. يعني أول مرة نديروا هذه الخدمة هنايا وندعموا كل الفئات اللي كاينة في شراكة، ماناش نخدموا احنا مع المرفه ولا نخدموا مع الفقير، نخدموا مع كاع الناس، ماذا بينا المشاركة تكون أكثر ومرحبا بكاع الغاشي.
نعم لازم تكون فرحان خاطش اليوم جوزنا لي بروف تاع برومي دوغري وديناه كاع الله يبارك هاو ليك الماجور دو برومو. الحب بيني وبين العود ما كاش فوالا ما كاش حدود. هذا شعور اي فارس باش يدخل ليكيب ناسيونال. بين الفارس وحصانه علاقة حميمية قوية من خلال الاعتناء بشؤونه منذ الصغر، وتنسج بينهما علاقة خاصة قوامها الألفة ومحركها الحنين لتصل إلى درجة الفهم والتواصل. إذا كان هذا روبورتاج الزميل أحمد صويلح حول نادي الشراقة للفروسية، هذا الفضاء المفتوح الذي يطمح لتعميم رياضة هذه الممارسة أو هذا النوع من الرياضة. به نختم أخبار الرياضة، شكرا جزيلا لكم على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.